خير خير حجية. نعم روحي روحي، الله يعطيك إن شاء الله. الله يعطيك العقل إن شاء الله. أنا أم خليفة، روح نادلي. آسف خالتي، الحين الحين نادي الجار. خلفوه حجية برا تبيك. ها أي حجية؟ بعد من وأمك؟ لا والله والله روح روح، أنا كمل الكار. يمه شايبك هني؟ امشي يا خليفة، امشي نام ببيتك. يمه البيت اللي انهان فيه ما ارد له مرة ثانية. ترى احنا اهلك، مهما نسوي فيك نظل اهلك يا يمه، وابوك يبيك تصير احسن الرياييل. لا والله وابوي لازم يصير احسن ابو علشان يشوفني احسن ولد. عيب عليك تقول هالحكي على ابوك، ترى انت اللي قاعد تهده انه هو يسوي فيك كذي. يمه الله يهداك، انت الحين طاقه طريج وياي لهني علشان تلوميني؟ لا يا يمه انا مو جاي الومك يا حبيبي، انا جاي اضفك من اللي انت فيه. يا يمه ترى ما يضفك الا بيتك. يمه اسف اسمحي لي ما اقدر. لا والله ما تقدر. اي ما اقدر. وانا بعد ما اقدر، انا بقعد هني انطرك لما تخلص وامشي معك. يمه ايش فيك انت الله يهداك؟ ما يصير، هذه دوانيه شباب، ناس طالعه ناس داشه، ما يصير ما يقولون عني. والله انا هذا اللي عندي، بقعد انطرك. لا 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 ما ايش فيك انت خلاص ايش فيك؟ يلا امشي قدامي. زين دقيقة دقيقة بس.